تقول لي انت براسك قريتي في لوف بي بي تي؟ عطيت السؤال السي اشرف او لا، هذا التعليق اللي دار ينم على واحد الحقد عندك، ينم على واحد الحقد. خاصك تصفي القلب ديالك اخي، راه الا ما صفيتيش القلب ديالك ما غتنجحش في حياتك، وما غاديش تكون متصالح مع عاداتك، وغادي تعيش مشاكل نفسيه مع راسك. انا نقول لك السي اشرف، راه انا قريت اخويا في لوف، ومن بعد على انا نسحبك اخويا تنقول لك ما تقراش في لوف. انا نزيدك السي اشرف، انا قريت في لوف بي بي تي، خديت بها ديبلوم باش نخدم، حيت ملي مشيت نخدم وقاري برا، المهم اوتو فورماسيون ما قبلوش ليا هذوك الديبلوم، تيقول لك اخويا تبارك الله عليك انا غنهضر نخلص على الديبلوم. خديت هذاك سميتو، خديت هذيك الشهاده، ديك الكارطونه ومشيت نخدم وعشت الحقره. شكون معاك واحد وخا في يديا وعشت الحقره وعشت الصالير الزهيد جدران، ولكن عقت بالقلب. وداك القلب اللي عقت به تنشرح ليك كل مره في اللايف، كنجي تنقول لك كل فكره فكرتها اولا شي حاجه اللي اثرت في حياتي وبدلت لي حياتي تجي تنبارطاجيها معاك السي اشرف، باش انت تزيد لقدام. ملي تنقول لك اخويا اشرف راه لوف بي بي تي اللي قريتي فيها واللي انت ذكي جدا انك عقتي بيا، ملي تنقول لك اودي راه التكوين المهني والمؤسسات الخاصه للتكوين المهني راه ما غاديش دير منك شي واحد واعر، حيت انا ملي مشيت لوف بي بي تي وراه الدراري اللي قراو معايا، الى المهم الدراري اللي قراو معايا عطاهم الله، الدراري اللي قراو معايا كيعرفوني حيت انا كنت تما استاذ ماشي كنت تلميذ، غير الاشاره باش تعرف اش كاين. ملي تنقول لك كنت استاذ ماشي تلميذ، مشيت اوليدي تنقلص اللور وطلق، فهمتي بحال شي كاسيطه كتعرفها طالقه ديال لابلي، باش نكونوا معاك واضح هاد النقطه هادي. خديت انا كارطونه حيت البلاد عندي تتامن بالكارطونه، والدراري اللي تقراو معايا راه تيعرفوني زعما شي تنقول لك لايف، يعني راه ماشي تنقولها لك بتخبيه بيني وبينك تنزعت عليك، تنقولها لايف يعني راه اللي تقراو معايا وهذا راه تيعرفوني. كنا تنمشيو تنزهاو شويه تما وتنمشيو، صراحه دوزنا احسن عامين، ولكن تندوز احسن عامين انا بغيت الكارطونه حيت داكشي اللي تيقراو هما قسما برب الجلاله قريتو انا في التاسعه، قريتو في التاسعه الكاتريان، قريتو اوتو فورماسيون في الكاتريان، فانا عرفت السيستم كيفاش يقراو هذوك الناس. وتنجي تنقول لك داكشي راه والله لا والله سيدي شتي الا ما كونتي راسك براسك والله سيدي راه يضيع اوليدي، ياك ما تمشي تجي هذيك الطريق وديها وتجيبها باش تما داير السونتر، راه هذه للاسف حتى في هضرتك انت كطالب باش كدير؟ تيقول لك اخ امين شدينا الباك ما لقينا ما يتاع، مشينا درنا السونتر، وانت مشيتي درتي السونتر وتتسنى السونتر يخدمك وتتسنى دابا مشيتي انت بعدا اصلا خديتيه بواحد النظره احتقاريه، يعني مشيتي تضيع الوقت، عارف راسك مشيتي تضيع الوقت، واش عارفه ولا ما عارفه؟ وبغيتي تخدم وبغيتي دير منه، تيقول لك واخا امين شديت الباك والله ما لقيت ما يدا، وانا نمشي ندير لافاك، مشينا درنا واحد 3 سنين في لافاك ضيعنا، وانت اصلا بحال دوك صحاب والله اخويا ما لقينا خدمه مشينا درنا التعليم. واه هادشي ما تنقولوش حنا في المجتمع ديالنا، واش ما تنقولوش هاد الهضره؟ تيقول لك اخويا والله ما لقينا، دفعت الكونكور ديال هادي وبقى لي التعليم هو اخر خيار، التعليم هو اخر خيار، هذاك هو المحقور. مشينا درنا التعليم. لا اخويا هاد المساله اللي كتقول ما زعما ماشي دابا ماشي زعما ماشي انا ماشي كننزل من الناس ديال السونتار، ولا انا تنقول ليه دير السونتار ولا دير الدبلوم، خاصك ستاتو يكون عندك دبلوم لانه غينفعك بزاف د الحويجات. الا بغيتي غير دير مثلا بغيتي دير سي با مثلا دير واحد البيرو ديتود دو كونسلتين ولا شي حاجه غيخصك ديبلوم، حيت راه بيرو غدير شركه في شي تخصص معين غيخصك ديبلوم، ما يعطوكش الرخصه الا ما عندكش ديبلوم اي، ولكن اخاي ما تعتمدش على داك الشيء، هذاك ما غيوصلكش. تنقولها لك واتحمل المسؤوليه ديالي في هذا الهضره، ولا غادي يجي ولا كان شي استاذ ولا شي مسؤول اجي يقول لي ولدي راه كيتطرقع يجي يجلس معايا في مناظره، انا مستعد ندير مناظره مع من اللي كان في التخصص ديالي، انا كنهضر في التخصص ديالي، ما كنهضرش انا ما تنعرفش انا التكوين المهني اش كيقرر التخصصات الاخرين، التخصص ديالي اللي كنفهم فيه
نديرو مناظرة أنا وياه مسؤول أستاذ من يدافع على هذه الأطروحة كيف ما بغي يكون نديرو ونديروها ماشي مناظرة نديروها لايف نديروها لايف ويجي ويقنعني أن هذيك الفورماسيون هذاك التكوين كيخلق منا الاي تي ديال غدا يجي يقنع هادشي اللي بغي يا إما أنا نتشوه يا هما يتشوه وحده في الجوج يا إما نبان أنا ما في الدياش يا إما هما يبانوا ما في الديوم ونزيدكم وأنا مفتوح لمناظرة ماشي مع شخص واحد يكونوا حتى مليون يجيب لي 20,000 واحد مناظرة 20,000 واحد قدامي وأنا بوحدي مستعد يضربني هذا من هنا ويجيني هذا من هنا ويجيني هذا مستعد نسكتهم كاملين لأنه فعلا التكوين المهني لا ينتج الكفاءات التكوين المهني لا ينتج الكفاءات في المجال فباش نقولوا المجال التقني اللي ديالي اللي كنفهم فيه الله اعلم الا كان شي مجال اخر كيكونوا الناس الله اعلم لا ينتج الكفاءات والشركات راه غير راضيه على ذوك الكفاءات اللي تيجيو عندها وملي كيجيو عندها هذه الكفاءات كتستغلهم اما غتخلصهم اما غتقول ليه لا خصني ندير لك فورماسيون وخلصني اما غادي تبدا تدمر عليه اما بزاف الحوايج تكونوا واضح في هذه المساله وانا اتحمل مسؤولياتي في هذه الهضره اللي كنقول واش عرفتي شحال من واحد كياخذ الدبلوم ديال التكوين المهني ما تلقى خدمه علاش هاد الناس هو منين تيكون التكوين راقي واعر ومزيان هاد الناس اللي خداو الدبلوم يعني ناس ذو كفاءه الدوله يعني نتوما كتشهدوا لهم بالكفاءه ديالهم انا ملي تناخذ ديبلوم يعني انت كدوله كمؤسسه كتشهدي ليا بالكفاءه ديالي علاش ملي كنخرج ما تلقاش خدمه تيقولوا لي انت غير كفء هذا سؤال واش هذا السؤال تيطرح الخوت ولا ماشي سؤال تيجي دابا الدوله كتقول لي انت ذو كفاءه تنبغي نخدم تيقول لي انت غير لست ذو كفاءه اذا فين كاين الخلل وشنو نديرو ايوا شنو نديرو يا بغيتو تسمعوا واش بغيتو تسمعوا شنو ديرو انا تنقول لكم اش ديرو خويا سير التكوين المهني حيت خاصك دابا انت الا كنتي تقول غندير السونتر سير دير السونتر ديما حنا كنجبدوا هذا الموضوع ولكن ماشي مشكل سير دير السونتر سير ديرو انا ماشي تنقول لك ما ديرو حيت خاصك ديبلوم راه هضرنا قلت لكم الديبلوم راه مهم راه هو باش تخدم هو باش دير حتى لو بغيتي دير شركه ديالك خاصك ديبلوم في داك التخصص ديالك جيني المهم لو بغيتي دير كاينين شي تخصصات تخصك ديبلوم يعني ديرو ولكن راه ما تعتمدش على ديك الفورماسيون هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه انا وياك ولو بغيت نوصل الاخ اشرف اللي جبد هذا الموضوع راه ما تعتمدش على هذه هي النقطه اللي حنا مختلفين هذه النقطه هذا البسيط ما تعتمدش على سير قرار راسك سير ديال فورماسيون دير سيرتيفيكا سير ما تعتمدش على هذيك وملي تشد الكارطونه كتولي انت انسان كومبيتون انت تولي كومبيتون هذا هو اللي خصك توصل ليه عندي الكارطونه ولكن ذو كفاءه كومبيتون ذو كفاءه ملي غادي نجلس مع هذاك تنهضر معاه غيقول لي اللهم بارك هذا السيد تيبان لي ناضي ملي غادي ندوز لانترفيو ونوض غيهضر معاه صافي يقول لي تبارك الله هذا السيد تيبان ناضي يا تيبان ناضي وهذا السيد ماركي راسك ملي تكون شاد النوبه مع 20 واحد بغيت تدوزو لانترفيو خصك تماركي راسك خصك تبين انت راسك واعر خصك تماركي راسك باش ملي تنوض تيقول لي تبارك الله هذا السيد هذا السيد كاين لا هذا السيد هذا عجبني واش فهمتيني وباش غتماركي راسك حيت هادوك اللي غايديروا معاك 10 ديال لي زانترفيو مشاو بواحد العقليه ديال لوف بي بي تي جاي مسكين اولا مشى دار واحد سي سي ان حتى هو وجاي مسكين هذيك سي سي ان دار هذا ماشي كومبيتون ولكن انت كومبيتون راه كاين الناس عندهم غير ديبلوم ريزو كاين اللي عنده كاين باك بلس 2 ودير شركه اللهم بارك عندو شركه ديالو تيشد لي مارشي ديالو هذا حيت كومبيتون وما تكونش عندك تاني ديك النظره ديال انني نخدم عند الناس بدا بيها جمع راس مال ودير شي مشروع في الدومين اللي كتفهم فيه
انا شخصيا وعدو بالله من قولت انا ما تنافيسيش شي دومين ما تنفهمش ليه. تيجي تقول لي اخ امين والله ودير تكزارت تكزارت تمشى وعينا فيها الفلوس ما تنفهمش انا ماشي كزار ما تنفهمش تكزار ما عنديش تكزار ما تنفهمهاش. تيجي تقول لي اخ امين شوف عندي واحد المشروع ديال الالومنيوم انا ما دايرش الالومنيوم ما تنفهمش فيه. غادير مشروع داكشي اللي كتفهم فيه وداكشي اللي دوزتي فيه ليكسبيريونس وملي تنكون خدام في الشركه كنشوف هادوك الناس كي تيخدموا كنشوف جميع التفاصيل باش ملي ندير شركتي عارف جميع التفاصيل. هادي هي النظره اللي خاصك دير ملي تخدم عند شركه. هادشي اللي خاصك تكون بحال الجاسوس خدام في هذيك الشركه وكيخلصوك وتكون جاسوس.